ايه اللي ينطبق عليه المثل مع الاستاذ ايهاب فهمي، اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه، خلال الكام يعني نقول الاربع سنين اللي فاتوا، الادوار اللي انت عملتها، المسلسلات اللي دخلتها؟ حاجات كتيره جدا، بس هو 604 اللي هو عملت فيه الشيطان جاسر، انت في شخصيات اسمها استثنائيه ليست هتجي لك مره، زي المكذوب في ما يطلبه المستمعون. حاجات مش بتعملها طول، مش تقدر تعمل مكذوب على طول، مش تقدر تعمل شيطان على طول، هي بتيجي مره في العمر. فانك بتتحط في مقارنه مع مين بقى؟ الباتشينو، يوسف وهبي، عادل ادهم برضو، عادل ادهم حاجه طبعاً. يعني تخش في حيطان طول ما انت ماشي. ما ينفعش، قلقك جدا طبعا. فانا كنت خايف لدرجه ان الاستاذ عمرو محمود ياسين، وكان الاستاذ اكرم فريد المخرج، والاستاذ احمد عبد العاطي كان المنتج، يا جماعه بلاش. فقالوا بلاش، انا مش عايز، مش هعرف، لان انت انا جبت سقف الشر بقى، ده مش شر، ده انا جبت الشر، ده جبت مخترع اله الشر يعني. فان انا ابقى اجسد هذه الشخصيه، كنت حاسس طول الشغل. طبعا الناس بتقول لي الله الله، انا دايما ما بسمعش يعني الحته دي ما بتشدنيش، ما بتخلينيش مغرور يعني، ده ممكن يصل بيك الى الغرور سماع السقف. طب ما تيجي نشوف عندنا جزء، يلا تعالى نشوف. لا نشوف الاول جاسر الشيطان، تمام، في 604 عشان نسقف برضه يعني، حبيبي برضه إيه؟ عشان كلنا نسقف، نشوف كده الجزء الحقيقه من نصيبي واسمتك، الدور الان بي الاستاذ ايهاب فهمي، دور الشيطان جاسر، تعالوا نشوف. سيدنا يا سيدنا، الكهرباء قطعت، تحب انور لك نور؟ جاي ليه يا دهب؟ عايز ايه؟ وانت عارف ان انا مش منور نور وبكتفي بالشموع. جاي ليه؟ تعال تعال ده، تعال تعال نتكلم. إيه انت مين؟ انا سيدك؟ لا، انت مش سيدي، انت مين؟ صح، انا مش سيدك، سيدك. لا 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 لا, لا, لا مش معقول، مش انا هو مستحيل. تحب احرقك عشان تصدق؟ العفو والسماح يا سيدنا، العفو والسماح. ده انا ليا الشرف ان اكون في حضرتك خدامك المطيع. قوم واقف يا دهب، واقف واقف. انا عارف انك طول عمرك من اتباع المخلصين، عشان كده خليتك، كان ممكن ارميك جنب سيدك بس سبتك عشان عايزك في شغل كتير. انا تحت امرك، انا طول حياتي بتمنى رضاك في الدنيا دي كلها، لانها مش هتنفعني بعد كده. هاي صح جدا يا دهب، كويس انك عارف مصيرك، بس كلامك مش كله صح يا دهب. عشت عمرك كله بتحاول تسخر ملك من ملوك الجن او مارد، بس في الحقيقة مش انت اللي كنت مسخرنا، احنا اللي كنا مسخرينك عشان تأذي الناس وتعمل مشاكل، والأهم من ده كله إنك كفرت. مش أنت كفرت؟ طبعا كفرت، دنست كتابك وقريته بالمقلوب عشان تسخرني، حصل ولا لا؟ حصل يا سيدنا، بس ده مش عشان تسخرني، أنا اللي عملت كده عشان خاطر تلطيني وتغضبه هو. بس صح اللي انت عملته ده، عشان كده انا فرقت بين خديجة وجوزها مصطفى، وقربت بين مريان وجوزها ده اللي اسمه
سامح مش كده؟ أنا اللي عملت كل ده صح؟ لا أنت اللي عملت ده لما أنا أمرتك إنك تنفذه. مظبوط الكلام ولا لا؟ مظبوط. الحياة مرة بس اوعى تفكر في رجوع دهب. خلاص الوقت اتأخر. النجاسة والشر بقوا في دمك. ما ينفعش. جنتك معايا وحدها لك بس بشرط ولائك يكون ليا وبس. انا يا سيدنا تحت الامر والطاعه. ده انا ما اقدرش اكون غير اللي انا عليه. ممتاز ممتاز. بس ليا سؤال، هو سيدي جاسم زعلك في ايه؟ سيدك جاسم ده كان غبي قوي. كان مصمم يواجهني بالطلاسم والعلامات والاوامر اللي انت حفظتها له. كان فاكرني ضعيف وخدام. بموت في غرور البني ادمين قوي. ده من اجمل واحلى والذ خطايا الدنيا كلها. يلا دهب روح نام مرتاح. نام وبكره هنتكلم. Thank you.